على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه تعالى ومخالفة أمره لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فلقائي مع حضراتكم اليوم إخوة الإيمان والإسلام عن موضوع بعنوان فضل الدعاء لأهل الإيمان. فضل الدعاء لأهل الإيمان، فالدعاء من أعظم العبادات التي غفل عنها كثير من الناس وهم في أمس الحاجة إليها. فيقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله جل وعلا ينادي أهل الإيمان فيقول لهم مخاطبا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي أن الله جل وعلا ليس بينه وبين دعوة العبد واسطة. لا يلزمك يا عبد الله إذا سألت الله جل وعلا أن تبحث حولك عن واسطة تقودك إلى الله جل وعلا، ولكن إذا أردت أن تسأل عبدا من عباد الله ذو منصب أو ذو جاه أو لك عنده مسألة من مسائل الدنيا لبحثت